نهار بارد من نهارات نيويورك سنة 1997، بتستعد دار المزادات سوان جالوريز العريقة لمزاد علني جديد. قبل الموعد بفترة أرسلت سوان جالوريز إعلان بالبريد للأشخاص المهتمين بمزاداتها، بيقول إنه هالدار المتخصصة بالأنتيكة والوثائق القديمة ناوية تبيع مخطوطة نادرة جدا كتبها مستعبد أفريقي مسلم باللغة العربية بالقرن 19. واحد من اللي وصلهم الإعلان كان ديريك جوشوا بيرد، المعروف بجمع وبيع مقتنيات الأفارقة الأمريكان وأعمالهم الفنية. كونه سليل عائلة أفريقية محررة اشتغل أفرادها بالأعمال الحرفية. بيرد ما كان يعرف تفاصيل كتير عن قصة المخطوطة، بس بمجرد قراءته للإعلان شعر بقيمتها الكبيرة ومحتواها اللي ممكن يكشف عن فصل منسي من تاريخ الاستعباد في العالم الجديد. أخيرا قرر يشارك بالمزاد. بالطريق لسوان جالوريز بيتوقع ديريك يتنافس مع ممثلين من أهم الجامعات الأمريكية المستعدين يشتروا المخطوطة ولو بملايين الدولارات. مو كتير غريب توقعه لهيك مبلغ، خصوصاً أنه المخطوطة اختفت بفترة العشرينات وما رجعوا لقوها إلا بسنة 95 بولاية فيرجينيا. كانت متروكة بصندوق قديم عند أحفاد مالكها الأخير عالم العملات المعروف هولاند وود. لحسن الحظ بقيت أوراق سليمة وحبرة واضح. هو بيعرض سعر والتاني بيعرض سعر كمان، لحد ما بيرد بيقدم سعره النهائي يلي بتقبل فيه دار المزادات ويلي منافسه ما بيقدر عليه. ترسل مزايدة عليه وبيشتري المخطوطة ب 22,000 دولار. بيمسك المخطوطة بيلاقيها كتيب غلافه بني، طوله حوالي 19 سنتيمتر وعرضه 16. ديريك بيرد ما بيفهم منه غير المقدمة المكتوبة على الغلاف باللغة الإنجليزية: حياة عمر بن سعيد المعروف بمورو، عبد من شعب الفلان الأفريقي في كارولينا الشمالية مملوك للحاكم أوين. على عكس مئات المقتنيات اللي تعود يشتريها ويبيعها، بيحتفظ بيرد بالمخطوطة وبيخوض معه رحلة بحث وترجمة وتحليل لمدة 20 سنة، بيحاول خلال نشر قصة عمر بن سعيد المستعبد الأفريقي المسلم، القصة اللي بقيت منسية لعدة عقود. أهلين وسهلين ومرحبتين، أنا بشر نجار وفي 4 حلقات خاصة من بودكاست منبت رح نحكي قصة عمر بن سعيد أو العم مورو الأفريقي المسلم يلي قضى 56 سنة من عمره على الآن بنظام العبودية. رح نعتمد بالأساس على المخطوطة يلي انتقلت من إيد لإيد ومن مترجم لمترجم لأكثر من 150 سنة، وعلى المخطوطات الثانية اللي كتبها عمر وكانت غالبا من صفحة واحدة أو على شكل قصاصات، إضافة للوثائق والمقالات اللي انكتبت عنه واللي كلها بتدل على اهتمام الأمريكيين بقصته وشخصيته سواء قبل كتابته للسيرة أو بعدها. عم نحكي القصة لأنه هالسيرة الذاتية هي الوحيدة اللي كتبها مستعبد أفريقي في أمريكا باللغة العربية أثناء استعباده، أو على الأقل هي الوحيدة اللي بين إيدينا اليوم. عمر كتب سيرته سنة 1831 على 15 صفحة بخط مغربي ولغة عربية مكسرة. بيبدأ بآيات قرآنية من سورة الملك، بعدها بيقول: إني لا يستطيع أن يكتب الحياتي، إني ناشي كثيرا الكلام مع الكلام العرب، إني لا يقرع نحويا إلا قليلا، لا لغويا إلا قليلا. هلأ إضافة إلى أن لغته العربية بالأصل كانت الثانية بعد اللغة الفلانية، منشوف هون أثر غربته القصرية وسنين اللي أضاها بالاستعباد على قدرته بالكتابة بالعربي. لاحقا رح تسمعوا اقتباسات من مخطوطة عمر بن سعيد، لكن بتصرف بلغة عربية سليمة على سبيل التوضيح. اسمي عمر ابن سعيد، مولود في فوتا تورو بين النهرين. طلبت العلم 25 سنة، ثم عدت إلى الديار وبقيت 6 سنوات. بعدها جاء إلى بلدنا جيش كبير، قتل الكثير من الناس،
أخذني وسار بي نحو البحر الكبير. نحن بغرب أفريقيا ببدايات القرن التاسع عشر. الإسلام وصل للمنطقة وما حولها قبل شي 7 أو 8 قرون. قبائل كتير اعتنقت الإسلام وأقامت كيانات سياسية مختلفة. مرق حوالي 30 سنة على إقامة كيان إسلامي سياسي في فوتاتورو بحوض نهر السنغال يلي بيعبر المنطقة باتجاه المحيط الأطلسي وبيشكل عصب الحياة فيها. هالكيان اسمه دولة الأئمة أو المامي حسب الاسم المتداول محليا، وزعيمها عبد القادر كن العالم المسلم يلي انتخبوه رجال الدين لقيادة الدولة بوقت تأسيسها. 30 سنة شهدت فيها فوتاتورو تغيرات علمية واقتصادية وانتشار أوسع للإسلام. حاول الإمام عبد القادر خلاله يطبق الشريعة بصرامة بالغة ما أعجبت البعض لإيمانه بأن الحل المثالي للعدل والإنصاف، بل أنه نظم حملات للجهاد ضد المخالفين أو المتورطين في استعباد المسلمين. عقد الإمام اتفاقية مع الفرنسيين اللي تجارتهم بتعبر نهر السنغال باتجاه الساحل، اشترط عليهم فيها يدفعوا مقابل استخدامه للنهر بمنطقته، ومنعهم بوضوح من التجارة بالمستعبدين المسلمين وبيعهم للتجار الأوروبيين. تبعت هاي الإجراءات اضطرابات وصراعات بالمنطقة، وبدأت الخلافات بين الإمام وأعضاء من النخبة الدينية يلي انتخبته بالبدايات، ونشأت الانشقاقات وكبر الصراع، ودخل فيه أعداء الإمام القدامى وبعض الممالك المحيطة، إلى أن وصلت الأمور ذروتها. وبربيع سنة 1807 بفوت جيش مملكة كارتا على فوتاتورو، وهالغزو بيتم بتحريض من خصوم الإمام عبد القادر وبالتحالف معه. أيام عصيبة بتمر على هالمنطقة في أقصى غرب أفريقيا. الجيش الكبير مثل ما بتوصفه المخطوطة بيرتكب مجازر وبيروح فيها ضحايا كتير وأسرى، والهدف هو السيطرة على المنطقة الاستراتيجية في حوض نهر السنغال وإنهاء حكم الإمام عبد القادر كن اللي استمر أكثر من 30 سنة بل وقتله. بلحظة المواجهة الأخيرة بينقتل الإمام وبينتهي حكمه في دولة الأئمة اللي بتبقى خاضعة على سيطرة عائلات من النخبة الدينية. كل اللي بقيوا حوله إما بيتصفوا أو بيصيروا أسرى وبينباعوا للتجار الأوروبيين. وبنص كل هالأحداث المفصلية بتاريخ المنطقة، في رجل من شعب الفلان في شمال السنغال غرب أفريقيا كان صار له شي 6 سنين راجع ليستقر بقريته في فوتاتورو بعد 25 سنة في طلب العلم. اسمه عمر، عمر بن سعيد. مو واضح كتير إذا كان مقرب من الإمام وجماعته أو حتى جزء منهم، بس الأكيد أنه جيش الغزاة أسره واقتاده باتجاه الغرب تحضيرا لبيعه للتجار الأوروبيين في مدينة سان لويس ساحلية أو اندار باللغة المحلية. هالمدينة الأفريقية سكانها حوالي 7000، أكثر من نصهم خدموا بحارة، إضافة للأسرى المحجوزين عند الملاك الأوروبيين الكبار والصغار. عند ميناء سان لوي بيصب نهر السنغال بالمحيط الأطلسي، وعنده بتلتقي السفن الأمريكية بالتجار الأوروبيين. عمر بن سعيد خلال هالرحلة القصرية من فوتاتورو للساحل بيحاول يستوعب حجم الألم يلي بيعيشه، ويمكن بيحاول يتخيل شو عم يستناه بالبحر وما وراء البحر. رجل عمره 37 سنة من عائلة ثرية قضى معظم حياته في طلب العلم، فجأة بيصير أسير حرب، بيفقد حريته. بعد شوي رح ينباع لتاجر أوروبي ويبقى محجوز بمدينة ساحلية معروفة بتجارة المستعبدين. ببساطة حياته عم تنهار قدام مصير مجهول. ميناء سان لوي على موعد مع 3 سفن أمريكية رح توصل قبل نهاية السنة سنة 1807، جاي لتحمل دفعة جديدة من الأفارقة للعمل قصرا في المزارع الأمريكية، وعمر بن سعيد محجوز وعم يستنى. يمكن متوقع بهالفترة يبادر حدا من عائلته المعروفة بثراءة أو أقربائه بأنه يدفع المال لتحريره، بس عمر عم يفقد الأمل شوي شوي. يمكن عائلته ما بتعرف مصيره، أو يمكن أصلاً خسرت كل شيء بالحرب. بعوني اليدي رجل نصراني، اشتراني واقتدني إلى متن سفينة كبيرة. أبحرنا في البحر الكبير لشهر ونصف حتى وصلنا إلى مكان يسمى جالستون،
بلغة النصارى، باعوني واشتراني رجيل ضعيف سيء يسمى جونسون، كافر لا يخاف الله أبدا. بسنة 1807 بآخر 4 شهور تقريبا، غادرت 3 سفن أمريكية من سان لوي بأفريقيا ورست في تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية. هالسفن اللي كانوا الأفارقة يدوقوا فيها الويل من الاكتظاظ والمعاملة الوحشية، كثير منهم ماتوا خلال الرحلة قبل ما يوصلوا شواطئ أمريكا الشمالية والجنوبية. عمر بن سعيد نقل على واحدة منهم غالبا. هالسفينة الثالثة والأخيرة فيهم، السفينة كارولاين، وصلت ب 23 ديسمبر كانون الأول، 9 أيام فقط قبل تطبيق القانون الأمريكي يلي بيمنع تجارة المستعبدين الأفارقة في ولايات الشمال والجنوب. يعني عمر كان على متن واحدة من آخر 3 سفن قانونية محملة بالمستعبدين الجدد ترسي على السواحل الأمريكية. يعني يمكن أيام أو أشهر قليلة كانت بتفصله على احتمالية بقائه في موطنه. القدر. عرض عمر بن سعيد للبيع في تشارلستون، غالبا في مزاد علني على بعد 0.5 كيلومتر من الميناء في واحدة من الساحات المفتوحة المخصصة لبيع المستعبدين. يمكن أعلن عنه وعن بقية المستعبدين الجدد بموثقات بتبلغ المهتمين بموعد المزاد مثل العادة، أو انباع بصفقة مباشرة بين التاجر والمالك. اشترى جونسون، الرجل السيء مثل ما وصفه عمر. بتقول المصادر أنه أجبروا على العمل في حقول الأرز المحيطة بتشارلستون. كانوا الأفارقة يشتغلوا ويفلحوا بهالحقول في ظروف عمل قاسية على مدار أكثر من قرن، وازدهرت زراعة الأرز في المدينة وفي ولاية كارولينا الجنوبية بشكل عام، وكانت تدر على الملاك أرباح أكثر من أي زراعة تانية، كله على حساب حرية وصحة المزارعين الأفارقة برجال ونساء وأطفال اللي كتير منهم خسروا أرواحهم بين الحقول. هاي الظروف كانت كارثية على عمر بن سعيد يلي قرب عمره على 40 ويلي بنيته ضعيفة وعاش نمط حياة أقل قسوة بموطنه. بعد 2 سنين قرر يهرب لأي مكان يخلصه من العذاب، ووجهته كانت شمال تشارلستون. أنا رجل صغير ولا أقدر على العمل الشديد، هربت من يد جونسون وقضيت شهرا وأنا أمشي. هنا أمشي إلى مكان يسمى فايدل، رأيت بيتا بعد شهر ودخلته كي أصلي. رأيت صبيا يركب الخيل، ثم جاء والده إلى المكان وقال الصبي لوالده إنه رأى رجلا أسود في البيت. ثم جاء رجل اسمه هندة مع رجل آخر يركب حصانا وحولهما كثير من الكلاب، أخذوني سيرا على الأقدام لمسافة 12 ميلا إلى مكان اسمه فايدل، إلى بيت كبير لا أستطيع أن أخرج منه يسمى في لغة النصارى جيل. قضيت فيه 16 يوما وليلة. بعد حوالي شهر من المشي باتجاه الشمال بيوصل عمر ولاية كارولينا الشمالية، بالتحديد مكان قريب من مدينة فايدفيل اللي بيسميها برسالته فايدل. هالمدينة بتبعد عن تشارلستون أكثر من 250 كيلومتر، يمكن هاي هي المسافة اللي اضطر يمشيها برحلة هروبه ويمكن تكون أطول. بعد القبض عليه مرة تانية في فايدفيل مثل ما سمعنا ووضعه بالسجن أو الجيل حسب كيف سماع للكلمة، بيخوض عمر تجربة صعبة شوي ما بين مصيره يلي مو معروف بهالسجن، خصوصا انه لسه ما عنده القدرة على التواصل مع الامريكيين بلغة مشتركة، وما بين خوفه الشديد من اعادته لحقول الارز عند يلي ما بيتسمى جونسون الشرير. بالحلقة الجاية رح نعرف شو عمل عمر بن سعيد داخل زنزانته في فايدفيل، وكيف قدر يلفت نظر السجانين وأهالي المنطقة لشخصيته ومستوى تعليمه.
هذا بودكاست منبت بموسمه الخاص عن عمر بن سعيد. كنت معكم بالتقديم بشر نجار، بالبحث والكتابة محمود الخواجة، بالتحرير لما رباح، من الإخراج الصوتي تيسير قباني، شاركت بالبحث سارة أبو الرب، النشر والتواصل تولته مرام النبالي، أدى صوت عمر بن سعيد الممثل طارق لدويري. هذا الموسم الخاص فكرة وبحث أولي لزينة طبارة ومن إنتاج صوت. لو حابين تسمعوا حلقاتنا الجاية اشتركوا بقنوات منبت على منصات البودكاست اللي بتفضلوها. سلام.